النهارده خليها سمك، ولكن السمك معانا النهارده في متناول الجميع، واحنا عارفين ايام الشتاء لما بتدخل والشهور طبعا الاخيره من السنه السمك بيكون فيها مميز وبطرخ. فمعانا النهارده كابوريا مبطرخه لطيفه حلوه هنعملها مع البصل المكرمل، صينيه يعني صينيه كابوريا بالبصل المكرمل، حاجه لطيفه وجميله، وانا عايز طعم البصل ينسجم مع طعم الكابوريا، هيدونا في الاخر حاجه حلوه. معانا رنجه النهارده هنعملها سلطه بالخضار مع الطحينه بشكل جديد وطعم جديد. كلنا برضو عارفين الموالح زي الرنجة زي الفسيخ من الأكلات الشتوية اللطيفة، خلينا نقدم الرنجة النهاردة سلطة بطريقة جديدة. أما السمك الفيليه القشر البياض بتاع النهاردة هقدمه من المطبخ الصيني مع النودلز، طبعا هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وهو تغيير في الطعم والشكل، ولكن في الأول وفي الآخر خليها سمك النهاردة. مش عايز أطول على حضراتكم، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بمعلومة غير معلومة، تفاصيل صغيرة، وعلى فكرة تقدري بتكلفة قليلة جدا، مش لازم تشتري أسماك كتيرة ونوعيات كتيرة، ولكن بكمية قليلة تقدري تعملي سفرة متنوعة من الأسماك والسمك طبعا وكل منتجات الأسماك وأنواع الأسماك، مفيدة جدا خاصة للأطفال والكبار. معانا كابوريا نتي يسموها طبعا السماكين، يعني كابوريا بيبقى وزنها تقيل شوية وبيبقى فيها بطارخ وبيبقى فيها لحم لطيف وجميل. تعالوا نشوفوا نعملها النهاردة مع بعض إزاي، صينية مع بصل المكرمل. البصل بتاعنا من خير أرضنا لازم نتعامل معاه بذكاء شوية وناخد الطعم والفليفر بتاعه، وكل ما تقلل التوابل بتاعته كل ما تستطعم البصل. المقادير على الشاشة، معانا بصل احمر او ابيض، مش هي دي الموضوع، الموضوع ازاي نتبله ويتكرمل معانا قبل ما نعرفه على الكابوريا. ومعانا كابوريا ومعانا كزبره ومعانا شويه كرفس، معانا برضو روزماري وزعتر، التوم الجميل والملح والفلفل وزبده. نشوف نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الطعم لطيف وجميل وحاجه جديده. اول حاجه هناخد البصل بتاعنا ده كده نقطعه شرايح بالشكل ده كده، ودايما لما تقطعي البصل وعايزة الطعم بتاعه خليها شرايح رفيعة عشان كله يستوي في وقت واحد. أنا بتضايق لما بلاقي طعم البصل تحت أسناني مش مستوي. بالشكل ده كده. بصلتين حلوين اتقطعوا بالشكل اللطيف ده كده. وبعد كده هنشوف نتعامل معاها ازاي. في طاسة بتسخن على النار شديدة الحرارة، واختيارنا للمعدن بتاع الطاسة والحلة اللي هنسوي فيها لازم يكون سميك يحتفظ بدرجة الحرارة. الأواني الطهي لازم تختاريها قبل كل حاجة. هناخد البصلية الحلوة دي كده بالشكل ده كده زي الفل. تسلم إيدك يا عم الشيف. هنحط على البصلة دي شوية ملح، شوية سكر، احنا ماشيين مع بعض كده واحدة واحدة، سكر، قليل من النشا، معانا شوية شبت صغيرين نطعم بيهم البصلة، معانا شوية كزبرة خضراء زي الفل يا عم الشيف، عود روزماري في قلب البصلة كده أو زعتر، ومعلقة بابريكا. دي التوابل بتاعة البصلاية اللي أنا هساوي بيها الكابوريا، دي البابريكا، شوية كمون مع شوية كركم. هنقلب البصلاية دي كلها مع قليل من الزيت. حلو. تاني عملت إيه يا عم الشيف في البصل ده؟ اتقطعته شرايح، المصطلح العلمي أو المصطلح الطهوي سلايز أو جوليان. حطينا عليه معلقة من الملح، معلقة سكر، معلقة من النشا، شوية كزبرة على شوية شبت، ونقلب كده. مع عود روزماري، شوية زعتر. البصلاية هنا خدت لون، خدت طعم، خدت قوام، شكلها لطيف، طعمها حلو كمان، وعندي طاسة شديدة الحرارة زي ما انا شغال كده. تسلم ايدك يا عم الشيف. البصلايه هنا راحت فين؟ خلاص اهي دورتها كده مع كل التوابل بتاعتنا. عندي طاسه شديده الحراره
ولما بقول شديدة الحرارة أنا عايز أحتفظ بالسائل اللي موجود في البصل، ما تنشفش معايا على النار، ده مهم جدا على فكرة. هاخد البصلاية دي كده زي ما هي وأسقطها فين يا عم الشيف؟ في الطاسة الشديدة دي. يلا ننزل. هو ده، اللهم صل على النبي. واسيبها تعيش بقى، اغطيها. كذا معايا عشان الموضوع ده هنا ايه بقى؟ هيبقى لطيف وجميل والكابوريا هيبقى لها طعم تاني خالص. اسيبها على النار يا عم الشيف بالشكل ده كده واغطيها. هي باينه الصوره معانا. ناخد الكابوريا ندلعها شويه. يعني ايه يا عم الشيف ندلعها؟ نمسكها نتبلها تتبيله حلوه كده ما بين الكفر وما بين اللحم. كابوريا معايا اهيت، واوريك ازاي الكابوريا تاخد الطعم، لان دي ما بتقعدش في النار تقريبا 10 دقايق خلي بالك وتستوي. بس اهم حاجه ان انا اهتم بالبصله. هاخد الكابوريا بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسقطها هنا كده. ونعمل لها تتبيله حلوه مع بعض. التتبيله عباره عن ثوم، شوفي بقى الجو ده كده، شويه شبت مع كزبره، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، عصره ليمون يا عم الشيف، شويه الملح التمام، وشويه الفلفل. دول في قلب التتبيله. وناخد الخلطه الحلوه دي بالمعلقه. البصلايه هنا بتستوي خلي بالك، ماشيين مع بعض خطوه خطوه. نقلب الخلطه دي كده، ثوم، كزبره، شبت، فلفله حلوه، عصره ليمون، شويه ملح، شويه فلفل. مش عايز توابل كتير انا عشان استطعم لحم الكابوريا خلي بالك، انا مش بعمل شاورما. اخد التتبيله دي كده يا عم الشيف ونيجي هنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط من الحشوة دي هنا تاني ونقفل معايا. يلا مع بعض اهو، نفتح هنا بالراحة كده وناخد من الحشوة دي ونقفل تاني. نفتح كده مع بعض وناخد من الحشوة دي ونقفل. نفتح كده مع بعض. طبعا الكابوريا بتتغسل وهي سليمه. ونقفل عشان اليود اللي فيها وطعم الكابوريا ما يتغيرش. اهي زي الفل كده اهو. ونحط الحشوه دي هنا. طيب خدنا الكابوريا دي يا عم الشيف بالشكل الحلو ده كده ومعانا نار شديده الحراره. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ نبص على الكابوريا هنا، نبص على البصليه بتاعتنا، ايه الاخبار؟ اهم حاجه في الموضوع شكل البصلايه وهي بتتكرمل. خدت الطعم. بيسالوني في البيز ليه حطيت سكر؟ سكر مع بصل يديني كرمله يديني طعم، مع السكر بتاع البصل وعسل البصل وحلاوه البصل. ناخد الكابوريا بتاعتنا بالشكل ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ بصه دي حلوه كده. كده الله، خرجنا الجميل بيحب الالوان الحلوه زي ما هي كده. عارف ان الشكل انت عايزه حلو. معانا فلفل اخضر على احمر بالشكل ده كده اللي حابب. يعني موضوع السبايس ده اختياري. بنحطه هنا كده. تصور معاه سيلفي، تصور معاه سيلفي ولا يهمك. معانا درجه حراره الفرن عندي 180.
هسه أذن حضراتكم نحطها في الفرن زي ما هي كده عينيا. طيب زي ما هي كده بنخليها عشان مخرجنا يدلعها. الكابوريا بتستوي ما بتاخدش وقت كبير. هنقلبها بعد دقائق معدودة بدرجة حرارة عالية جدا على فكرة عشان اللحم بتاع الكابوريا ما ينشفش مني هنا. طلبك على راسي عايز اشوف الكابوريا. كابوريا شفت الكابوريا؟ شوف خدت اللون الفوسفوري ازاي في الفرن. تبص عليها اطلعها لك ولا تحب زي ما هي؟ انا عارف تقدر تجيبها. الله عليك الله عليك. والصورة الحلوة من داخل الفرن بتتكلم فوسفوري. ايه الجمال والحلاوة دي؟ يلا بينا يلا بينا. فوسفورية. هو ده هو ده الكابوريايا سمك. حبيبي هارتي شفت الكابوريا؟ ادي الكابوريا الحلوة بالبصل المكرمل. هتاكل البصل وتسيب الكابوريا للحبايب والضيوف. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ شفت شغالين مع بعض وزي الفل. السفرة بتاعتي فيها تنوع. فيها شكل حلوة. الكابوريا عملناها بالبصل المكرمل لطيفة وجميلة. البصل هنا واخد طعم الكابوريا واليود بتاعته مع الفلفلة الحلوة. عملنا النودلز الجميلة الحلوة على الشاشة قدام حضراتكم مع السمك الفيليه القشر البياض. سلطة الرنجة بتتكلم عن نفسها وبتتكلم مصري. يعني رؤية فن إبداع. وخليها سمك النهاردة. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.